بسم الله نحن محل ديالوجات يونت 4. السؤال الأول بين أميرة وهنا. أميرة بتقول لهنا what do you think. هنا يعني إيه what لوحدها؟ وماذا؟ ماذا؟ و do you think ماذا تعتقدين؟ تعتقدين يا هنا؟ أو ما رأيك يا هنا؟ بعد كده قال لها إيه؟ is tourism السياحة؟ هل السياحة برافو، هل الإيه السياحة؟ good for historic places هيستوريك يعني الأماكن التاريخية جيدة للأماكن هل توريزم التاريخية. هل السياحة جيدة للأماكن التاريخية؟ yes. هتلاقي yes I هي طبعا do. هتعتمد على ايه do yes, you do. think yes, yes I do ممكن yes, I do. أو do you أو think yes I think so الأحسن بقى yes I think بس هتحط وراها so أو yes I think لا الأحسن yes I think so think so دي كده بالزامن so think so Yes, I think so. نعم أعتقد ذلك إن هي السياحة إيه جيدة يعني. فلا why do you think that يعني إيه why do you think that هي ذات في الآخر يعني ذلك. يبقى لماذا تعتقدين ذلك؟ صح لماذا قالت لها because أهي لما نلاقي why يبقى فيه because. لأن tourists السياح bring money bring يعني يأتون به يعني يأتون بالمال بيدخلوا يعني money flows to an area إلى المنطقة اللي بي بيعودوا فيها يعني بيكسبوا أهلها يعني فلوس. This helps the local people وهذا يعني يساعد السكان المحليين جدع هذا يساعد السكان الإيه المحليين. أتلا think so أتلا why not خلي بالك من الكلام بقى هنا إحنا قلنا قبل كده أنا أعتقد ذلك. إحنا قلنا إيه أنا أعتقد ذلك. Think دي زي like لما أقول أنا أحب أقول إيه. I don't think. وسو ذلك I don't think so. يبقى نقولها ونحفظ الاثنين مع بعض يعني انا اعتقد ذلك انا اعتقد ذلك I think so طب وانا لا اعتقد ذلك I don't think so بس كده الفرق بين دي ودي don't بس انا ما اظنش يعني لا اظن قالت لها why not ليه لا قالت لها as دي بمعنى ايه عشان يعني as هنا تترجم بمعنى عشان. ايه لان زي because زي because بالظبط لان A lot of money الكثير من الأموال يعني goes to big companies goes to يذهب إلى الشركات الكبرى not يعني مش local people برافو عليك not local people وليس السكان المحليين هتلاقي maybe يعني ربما يعني but some holiday companies دي الشركات اللي هي بتنظم الأجازات المسؤولة عن تنظيم الأجازات لكن بعض الشركات المسؤولة عن تنظيم الأجازات help تساعد environment تساعد يعني البيئة and the local people يعني والإيه السكان والسكان المحليين I not agree كلمة I agree برضو I don't agree برافو عليك طالما حاطط I والمصدر يعني I ونقط والمصدر يبقى اللي في النص نقط don't يبقى أنا لا أتفق معك أنا لا أتفق tourists السياح drop rubbish يعني بيرموا زبالة يعني رابش يعني بيرموا ايه الزبالة and damage يعني يتلفوا او يدمروا يدمرون الاماكن يعني بيبوظوا الاماكن ها يبقى السياح بيرموا زبالة ويخربوا الاماكن اللي هم فيها هتلاقي سي انا فهمت دي ما انا افهم يعني what you ايه ما من what you mean برافو عليك ماذا تقصدين بتلاقي انا فهمت ان انا فهمت قصدك يعني I see what you mean I see what you mean انا فهمت قصدك او ماذا تقصدين طيب اتلا بات موست تورستس بيهيف ويل ولكن معظم السياح تصرف جيد يبقى نقول بسرعه الاجابات قولها لي كده اول واحده اول واحده ثينك سو اي ثينك سو وبعد كده اي دونت ثينك سو صح وبعد كده لوكال بيبل يعني السكان المحليين ده حبس الكلمات دونت ليه لان هو قال لو قال اي اجري بقى انا اتفق انما عايزه تقول لا اتفق فتقول اي دونت اجري وبعد كده مين I see what you mean. I see what you mean. يعني أنا فهمت ماذا تقصدين. أتلا لكن معظم السياح بيتصرفوا إيه جيدا. نخش على الديالوج اللي وراه. بتقول هلو باهر. أهلا يا باهر. How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ قال له هاي فادي. أهلا يا فادي. لو قلنا do you تترجم do you لوحدها. Do you. هل أنت؟ لا هل تي. هل تا استنى الفعل بقى يعني دو والفعل والايه والمصدر يعني انا محتاج هنا في الفراغ ده ايه المصدر ماشي دو يو ايه ذيس بلان يعني الخطه يعني فور ا نيو بالايديا فور ا نيو هوتيل فور ا نيو هوتيل از ا جود ايديا بقول له هل تا تعتقد برافو عليك هل ليه لان هو قال له اي دونت ثينك
هل تعتقد ان الخطة دي او الاوتيل الجديد فكرة جديدة ناقص حاجة I don't think ايه قلنا قبل كده I don't think about لا ذلك انا لا اعتقد ذلك انت حضرتك بحسب I think so so I don't think بحسب so. حضرتك بتتكلم على الاولى ماشي يبقى do you think هل تعتقد ان هذه الخطة للفندق الجديد فكرة جيدة قال له ايه I don't think so it's only ما ظنش ذلك يعني يعني اكتب only. so بس مستر ما هي ما فيش غير it only has jobs for people in the city يعني في وظائف للناس اللي في المدينة راح باهر قال له ايه I don't انا لا more tourists يعني مزيد من السياح in the area في المنطقة can help ان يعني عايز اقول سياح كتير يعني مور يعني مزيد من السياح I don't know no. انا لا اعرف ان الكثير من السياح في المنطقة ولا ما ظنش ان الكثير من السياح في المنطقة كان هيلب يقدروا يساعدوا ذا لوكال بيبل السكان المحليين ثينك برضه ممكن يعني هتبقى كله ثينك مستر ما ظنش يعني راح المهم قال له ايه بكله كده ماشي قال له اي دونت ميبي ربما بات ولكن وات اباوت ذا واتر ماذا عن الماء تيكن واتر فروم ذا ليك يعني الحصول اخذ الماء يعني من البحيرة والدامج ذا انفايرمنت هيدمر الايه البيئة قال له اي سي وات يو ايه انا what? كلمة ده تعبير على بعضها I see what you mean mean صح mean. انا عايز اقول فهمت قصدك يعني I see what you mean يعني انا ايه فهمت ما تقصد انا عرفت قصدك I see what you mean قولها كده I see what you mean I see what you mean I see what you mean انا فهمت ماذا تقصد يعني it's important من المهم to protect ان تحمي the environment البيئة قال له yes we should الفاعل وشود والايه والمصدر ينبغي ان do our best ده تعبير على بعضه do our best يعني نبذل اقصى جهدنا يبقى ينبغي ان نبذل اقصى جهدنا او ممكن بدل do try صح برافو عليك بقى yes we should do our best to make it لنجعلها على البيئة جيد لا مش لا لنجعلها ايه مثلا طب ماشي ما هو بلاش جيد نظيفة مثلا كلين صح كلينر ولا كلين. لا مصدر صفة كلين. ميك نجعلها نظيفة دي صفة صفة ما بتزادلهاش حاجة في ايه ايوه سي ال اي اي ان سي ال اي اي ان سي ال اي اي ان كلين نجعلها نظيفة قال له اند وي شود تيل اذر بيبل تو لوك افتر بيت ونخلي الاخرين يعني يعتنوا بيه احنا قلنا لوك ما افتر نعتني يعتنونا بيه ايد دي بتقعد على البيئة قال له اجري ويز يو انا اتفق معك Let's talk about that. تعال هيا نتحدث عن هذا غدا. Let's زائد المصدر هيا. Let's talk about that tomorrow. قال له that sounds good. لما حد يقترح عليك اقتراح ويعجبنا اقول له that sounds good. يعني ايه؟ يبدو جيدا يعني. خش على وراها. ticket office. ticket office دوت اللي هو مكتب التذاكر. مكتب الايه؟ التذاكر. فبيقول له ايه هنا؟ Good morning. صباح الخير. The Egyptian Museum How can I help you؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ يعني احنا هنا المتحف المصري اي خدمة؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ هيقول له ايه؟ Good morning صباح الخير You tell me your working can? hours can برافو عليك شاطر Can you tell me يعني ممكن تقول لي work hours or working hours ساعات العمل وممكن من غير working يعني ممكن hours your hours يعني ساعات العمل لديكم يعني ممكن تقول لي ساعات العمل يعني مواعيد شغلكم يعني قال له ايه قال له راح قال له وير اوبن طب لما حد يطلب بقى منك حاجه بقول له ممكن تقول لي مواعيد العمل عندكم وركينج اورز يعني مواعيد الشغل عندكم قال له حاجه وقال له وير اوبن ديلي احنا فاتحين يوميا فروم 9:30 من 9:30 تو 6:30 للساعه 6:30 من 9:30 الصبح ل 6:30 المغرب كده لما واحد يقول لك ممكن تقول لي كذا قال له يقول له حاجه شور صح بالتاكيد جميل جميل والله شاطر يا ارميس يبقى ايه شور بالتاكيد وير اوبن ديلي احنا فاتحين اوف كورس صح اوف كورس اوف كورس برضو حلو عشان خاطر لا قول اوف او اف وكورس بقى ايوه سي او يو ار اس اي صح برافو ماشي الاثنين صح شور اوف كورس بالطبع وير اوبن ديلي فروم 9:30 تو 6:30 قال له ايه لايك ها لايك فاكره وات لا تو نو وات ود يو لا ده بيقول له اوف كورس طبعا طالما قال اوف كورس اكنه قال يس فاهم لما يقول لك شور او اوف كورس اكنه قال يس
السؤال بيبدا اسمعني عشان خاطر السؤال يبدا بيس اللي جابته يس او نو نسال بهل وهل دي مش اداه زي وات وير كل ده غلط احط الاله ها اللي لايك تو نو هاو ماتش ذا تيكت اور قال له اوف كورس يعني عايز اقول له هل يعني تود لا لايك تو نو لايك تو نو تحب ان تعرف لا هي مش فاهمني هو عايز له ايه انا اريد ان اعرف يعني انا عايز اعرف متى من التذاكر المفروض على فكره علامه استفهام دي غلط تتحذف المفروض يعني بقول له انا اود ان ده الزبون باي وود ايد لايك اي وود لايك انا بقول حضرتك لا ما انا بقول لك اللخبطه هي اللخبطه مش منك في علامه الاستفهام دي انت فاهم قصدي أيوة ما ينفعش يبدا المفروض ما يحطش الاستفهام يحط نقطه عشان يقول ايد لايك تو نو هاو ماتش ذا تيكتس ار يعني انا اود ان اعرف متى من التذاكر احفظها ايد لايك تو تساوي اي وانت تو ايد لايك تو بتساوي ايه اي وانت تو بس انا ما ينفعش بقى ايه يحط لايك ويقول اي وانت لايك ايوه فنلغي وانت نقول ايد لايك يعني ايد لايك بتساوي اي وانت تمام تو نو انا اريد ان اعرف هاو ماتش ذا تيكتس ار قال له اوف كورس ادلتس الكبار ار 150 الكبار يعني ب 150 جنيه اند ذا تشيلدرن اندر 12 والاطفال تحت 12 ار 75 باوندز ب 75 جنيه قال له كان اي باي ذا تيكتس ات ذا ميوزيوم يعني ممكن اشتري التذاكر يعني قال له يس اور يو كان باي ذم اونلاين يعني ممكن اجيبهم من المتحف ممكن قال له ممكن تجيبهم اونلاين من على النت يعني تدفع من على النت كاستمر اي قال له ايد اي تو نو برنامج الجمله ايد لايك تو نو اود ان اعرف اف اي كود برينج ماي كاميرا وذ مي اف اي كود لو ممكن يعني اجيب الكاميرا برينج يعني احضر كاميراتي معي بقول له عايز اعرف يعني يبقى برضك ايد لايك تو نو اود ان اعرف قال له of course طبعا but you mustn't take photos inside the museum you mustn't دي لا يجب أن بيجي وراها المصدر طب وإيه المشكلة إن إحنا نجيب صور ممنوع يعني قال له ممنوع تاخد صور داخل المتحف راح قال له you for your help for your help thank you for your help قال له goodbye خش على اللي وراها الفور دي بقى على القطعة الريدنج قال له did you visit جراش before دي حتة كده في الأردن بقول له هل زرت جراش يعني من قبل قال له sorry what is جراش قال له ايه هي جراش ديت قال له جراش is a Roman ايه in Jordan هي انا ما اعرفش اماكن دي يبقى نكمل بقى اهي بقول له هل زرت جراش قال له بيفور قبل كده قال له سوري وات از جراش جراش از ا رومان سيتي ان صح هي مدينه رومانيه ان جوردن في الاردن تمام جوردن يعني الاردن يعني قال له هاو ايه از ات هاو ايه از ات نكمل بس الاجابه هتبين قال له اتس مور ذان 2000 ايه اولد بص باين انك هاو اولد هاو اولد صح ده هو مغششني هاو اولد از ات قال له اكثر من 2000 ايه سنه يعني years. عمرها قد ايه اكثر من 2000 سنه ييرز صح ييرز طلعت بقى سهله المهم قال له ايه از ات مور قال له اتس مور ذان 2000 ييرز اولد هاو كان اي فيزيت ات طبعا لان الرقم كبير امتى نقول يير لو 1 سنه واحده بس هاو كان اي فيزيت ات كيف يمكنني زيارتها قال له يو شود ينبغي انك باي اتيكت وممكن ماست افضل لا ماست افضل لان ما ينفعش اخش من غير تذكره بص شود دي الحاجات اللي انا بتخير فيها اللي انا ايه مخير مصد الالزام اللي لابد اعملها ما ينفعش تخش من غير تذكره يبقى مصد ها يبقى يو ماست باي ا تيكت بيفور يو جو ان لازم تشتري تذكره قبل ما تخش قال له ار ذير اني ثيتر ان جراش هل يوجد اي مسارح في جراش قال له شور بالتاكيد جراش هاز 3 رومان ده بيغششني برضو ثيترز لا فيها 3 مسارح رومانيه يعني هو غششني مرتين مره في كلمه اولد في رقم 2 ومره في كلمه سيدرز المسارح في رقم 5 ماشي تمام مرتين يغششني في باراجراف تاني كده قصدي دولينج لا خلاص هما دول بس خساره والله كانوا حلوين